السلام عليكم، معكم خديجة العماية رئيسة جمعية الشباب الوطني التضامن. الصراحة ما بقى عندنا ما نقولوا مني تنشوفوا قضية نسب تتقلب. السلام عليكم، معكم خديجة العماية رئيسة جمعية الشباب الوطني التضامن. اليوم احنا موجودين في قضية ليلى والمحامي، ماشي قضية ليلى والمحامي، هنا شوية غنفسرها بطريقة يمكن أوضح. ليلى والألف محامي، ما بقاتش ليلى والمحامي، ليلى وألف محامي. يعني القضايا الاجتماعية اللي قبل يومين كانت عندنا قضية اغتصاب أطفال، لولا وجود بعض المحامين المتطوعين ما كانش شي حد غيدافع على 20 طفلة. ومني تنجيو القضية فاتحة وتنزيد نكررها، اللي تيقول لك لا يوجد زواج الفاتحة، كيفاش تزوجوا جدودنا؟ إلا لا يعترف بزواج الفاتحة فاحنا على هذا الحساب كلنا ولاد زنا، على هذا الحساب الشعب المغربي كله زاني وزانيه. مني تيقول لك الخطبه لا يعترف بها، فعلاش تنديروها في القانون؟ وعلاش تنطالبوا بالتوثيق؟ وعلاش تنطالبوا بصور الخطوبه؟ مادام المحاميين ديال الخصوم تيقول لك لا يوجد داعي، فمادام لا داعي لهذا الشيء كامل، وعلاش جايين 1000 محامي تضامنوا مع الاخوان ديالهم مع الزملاء ديالهم؟ هذه ما فيهاش محسوبيه؟ وفين في مجلس العدل؟ في العدل والقانون؟ وهاد الناس لابسين لباس اللي نورمالمون خاصو يدافعوا عليه، ماشي باش ندافع على واحد كان يزني على حسب قولهم. اما الحمد لله الزواج كان، وديك الطفله ماشي بنت زينة، بنت حلال وبنت الفاسحة. والزوجة والضحية ليلى ما تتقولكش أنا بغيت الزواج ولا بغيت الورث، أنا بغيت ديك الطفلة ما يضيعش ليها حقها، ما طالباش باش ما نلقاوهاش واحد النهار، باش ما نلقاوهاش واحد النهار، لأنه هاد البنت إلا ما تكتباتش باسم الأب ديالها فمن المتوقع جدا أنه هاد البنت من يدي 18 و19 لعام، فليس بالمستبعد أنها لقوها طايحة مع أخوها. هذا هو الإسلام؟ هادو هما اللي غندافعوا على الزنا؟ حنا لا ندافع على الزنا، ندافع عن طفلة اللي الله سبحانه وتعالى تيقول لنا خاصها تعرف شكون والديها باش واحد النهار ما تصاحبش مع أخوها ولا تطيح مع أخوها ولا تطيح حملة مع أخوها. وهنا هناك حالات اجتماعية كثيرة من هذه النواحي هذه. وشكرا لك. سؤال آخر، هذا الشيء من خلال المساندة للطاهري، واش كتظن أن هذا الشيء كيضرب مهنة المحاماة؟ طبعا تضرب مهنة المحاماة، طبعا بدون شك. من تلقاو قضية طلب نسب واجدين فيها 1000 محامي، ماشي 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 حاجة غريبة؟ وعاد المحامية تقول لك إنها قضية عادية، قضية زنا. باش قال فينا هما الثوابت ديال الزنا؟ الزنا شديتيهم بلا حوايج؟ كيف وقعت هاد الزنا؟ هاد المحامية هادي القصة. المحامية مشات قدمت دعوة ديال خيانة زوجية، واتصلت بالضحية وقالت لها هادشي كاين تسجيل صوتي والمجتمع المدني كله سمعوا. هي اللي استدرجت هالقهوة، هي قالت لها اجي نتفاهموا حتى انا مجوجه وغنطلب الطلاق. يعني المحاميه اللي استدرجت ليلى، ماشي انا مشاو دقوا عليهم، ماشي دخلوا عليهم الدار ولقاوهم عيانين. كاين بزاف ديال المغالطات. واللي تيقول زينة تنقول له اجي اعترف غير ببنتك وتحدى العالم ودير لا دي ان. والضحيه جالسه قالت لك انا مستعده ندير لها دي ان، والا ما طلعتش بنت وانا نوقف محل عام ويرجمني الشعب المغربي كله يرجمني. انسانه متاكده من نفسها 1000000%. بارك علينا من هذه المحسوبيات، والحمد لله وبالقانون وبعاش الملك.
القانون غيتخاد. عاش الملك، عاش الأوائل، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.